ان هو دلوقتي هناك دعوات كثيره جدا في الاعلام على التحريض على جماعه الاخوان المسلمين وانهم خوارج ولا بد من قتلهم ولا بد من ابادتهم وحاجات كثيره جدا كده. بيقول دلوقتي من الذي يتحمل هذه المسؤوليه وجزاء من يحرضون على في الاخر وبيقولوا ان هم مواطنين مصريين؟ التحريض لا يجوز شرعا لا على مصري ولا على اي جنسيه ولا مسلم ولا غير مسلم. نعم. الامر اللي ورد فيه بالتحريض في القران وحرض منا على القتال. ايوه. ان اللي هو الشؤون المعنويه في الجيوش يعني، بس الشؤون المعنويه اللي بالحق مش بالباطل يعني. وامتى؟ في جهاد حقيقي واضح برايه واضحه. اما التحريض الشعب على بعضه دي فتنه خبيثه لا يقوم بها الا انسان خبيث. فكلام فارغ. هؤلاء الاخوان خوارج، طب يا عمي خوارج وبعدين منين اثبت انهم خوارج؟ ايوه ايه ده الاخوان؟ اتكلمنا حضرتك فصلت دوت ايه ده الخوارج؟ وبعدين هل افتى احد بقتال الخوارج؟ الخوارج لما يخرجوا بالسلاح، هل خرج عليك الاخوان بالسلاح؟ حتى العلماء قالوا عنهم انهم البغاه في الفقه الاسلامي. ايه اللي يحصل في البغاه؟ سيدنا علي قال لهم لكم علينا احدى ثلاث، الا نبداكم بقتال، والا نمنعكم مساجد الله، والا نمنعكم الفيء اذا قاتلتم معنا. اللي هو الحق في الحياه ما بداوش بقتال. اثنين، الحق التعبد. ثلاثه، الحق المالي في موارد الدوله. هل الكلام ده بيعملوه مع الاخوان ومع غيرهم؟ ده اصلا لا مؤيد ولا مش مؤيد، هو فئه المختزله كل حقوق الدوله مواردها. نعم. فحتى قالوا في الحرب نفسها مع الخوارج ومع البغاه ألا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. نعم. ما تجريش ورا اللي بيفر منهم ولا تقتل جريح. ده اللي حصل فهرفت له، ده باطل يعني. اللي في رابعه يا عم بغاه. ده غير صحيح، بالعكس انتوا اللي بغاه. عملت ايه في الجرحى؟ ولعت في الجرحى. ده لا يجوز شرعا تعملوا مع كافر. ايوه. كافر بيحارب يعني، لو انا النهارده اسرائيل بتحارب مصر وفي عندنا شويه جرحى من اسرائيل، لا يجوز شرعا انك تحرقهم وتموتهم. لا يجوز شرعا الاجهاز على الجريح. ايوه. في ساحه المعركه بيقتلك بتقتله. انما جريح اسير لا يجوز شرعا. فضلا بقى انك بتقتل المسلمين. ما اللي حرقوا الناس في رابعه والنط دول هيتعمل فيهم ايه؟ الله يحرقهم دنيا واخره. يا رب، اللهم امين.